كيف تكون الحياة بمعزل عن العالم؟ قمة جرف يرتفع عن الأرض 1000 متر، هو موطن لمجتمع صغير من عشرات العائلات. كان سلم الرطان الذي بلغ طوله 4 كيلومترات هو وسيلة اتصالهم الوحيدة بالعالم. هذه هي قرية أتولير قبل عام 2015، تلك القرية الواقعة في المنطقة الجبلية جنوب غرب الصين. قرر فريق الحد من الفقر مساعدة قرية أتولير بإنشاء سلم متين من الصلب يحل محل سلم الرطان. تغلغلت البنية التحتية للاتصالات في عمق كل قرية في الصين، وقد دخلت جميعاً العصر الرقمي بغض النظر عن بعدها. انتشرت قصة الجرف انتشاراً واسعاً على الإنترنت، فاقتنص العديد من سكان القرية هذا الفرصة لبيع منتجاتهم المحلية الخاصة عبر البث المباشر. حتى بعد انتقاله إلى مركز المحافظة، ظل مو كوه يتردد كثيراً إلى السلم الصلب للقيام ببثه المباشر. كابو 1个小时就买了这么多，差不多有50单吧。啊，花椒还有横头，啊，这个哪个地方都有。